أصل الإسلام وقاعدته وأصل الدين وقاعدته هو توحيد الله والإخلاص له قبل كل شيء، وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، هذا هو قاعدة الإسلام وأصله وأساس الملة، أن تكون العبادة كلها لله وحده، وأن يبتعد عن الإشراك به سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي بعث الله به جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اتركوا عبادة الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا الرسل جميعا بدأوا بهذا الأصل، توحيد الله والإخلاص له والإيمان بالرسول الذي بعث إليه. فنوح بدأ قومه بذلك على أن يعبدوا الله وحده ويصدقوا نوحا عليه الصلاة والسلام. هكذا قوم هود بدأه نبيهم هود بذلك، بأن يعبدوا الله ويصدقوا نبيهم هود عليه الصلاة والسلام. وهكذا ثمود بدأه نبيهم صالح بالدعوة إلى توحيد الله وتصديق من أرسل إليهم وهو صالح عليه الصلاة والسلام. وهكذا إبراهيم ولوط ومن بعدهم موسى وهارون وداود وسليمان وغيرهم، كلهم بدأوا الأمم بدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان بالرسول المبعوث إليهم. ثم بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الرسل وإمامهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، بعثه الله بهذا الأمر الذي بعث به إخوانه قبله، هو توحيد الله والإخلاص له، فأمره بهذا قبل كل شيء، يعني يعبدوا الله وحده ويصدقوا نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. وقد بدأهم بالتوحيد فقال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. فاستنكروا ذلك لأنهم لم يعتادوا هذا التوحيد، لأن طريقتهم وطريقة آبائهم دعوة الأنبياء والأولياء وعبادتهم من دون الله، فلهذا استنكروا هذا الأمر وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكر الله عنهم أيضا في سورة الصافات قولهم: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فاستنكروا هذا الأمر واستغربوه وأبوا وعاندوه، مع أنه الحق، مع أنه الذي فضل الله عليه العباد، مع أنه اللي بعث الله به الرسل جميعا وأنزل به الكتب، ولكن القوم عاشوا على غيره، عاشهم وآباؤهم على غيره، فلهذا استنكروا من دعاهم إليه. وهكذا العادات في كل زمان ومكان تحارب بها دعوة الرسل ويحارب بها الحق. فمن أجل ما ذكرنا بدأ الله سبحانه دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فيتنفي العبادة بجميع أنواعها غير الله كائنا من كان من الرسل وغيرهم، وتثبت العبادة لله وحده من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وغير ذلك. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه فالباطل.